السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا ربي. اليوم في هذا الفيديو هذه جيت نحضر معكم النمبر كيك بجميع طرق تحضير ديالو، طرق اللي بسيطه وسهله بزاف. كنتمنى انكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر وتتبعوا جميع المراحل باش يصدق معكم النمبر كيك. غادي تشوفوا معايا في الفيديو الطريقه ديال الجينواز ديال النمبر كيك، وحتى الطريقه ديال البوب كيك، زعما الا ملي كتشط لينا الكيك من لا جينواز باش ما نضيعوهاش نستغلوها في حاجه اخرى. وغادي تشوفوا معايا الطريقه ديال لا كريم ديبلومات، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. هنا اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نحضروا لا جينواز ديالنا. بالنسبه لا جينواز عندي هنايا 3 ديال البيضات، عندي هنا 100 غرام ديال السكر سنيده، هنا عندي خماره غادي ناخذ منها معلقه، عندي هنا 100 غرام ديال الفورز وقبيصه ديال الملح. هنا اول حاجه غادي ندير، غادي ناخذ البيض ديالي هو الاول. بالنسبه للبيض يكون بحراره الغرفه، وغادي نزيد عليه 100 غرام ديال السنيده وقبيصه الملحه، وغادي نطربهم مزيان مزيان حتى يوليو ليا على شكل كريمي. بالنسبه لهاد المقادير اللي عطيتكم، انا عطيتكم غير المقادير ديال جينواز وحده. بالنسبه للفران العادي، يعني الفران ديال الدوس الصغير، يعني كنقسم العجين الى الجوج. بالنسبه للمقادير ديال لا جينواز كبيره، يعني ديال الفران كبير، غادي تحتاجوا فيها الدوبل ديال المقادير. يعني فعود ما ديروا 100 غرام ديال السنيده، ديروا 200 غرام ديال السنيده و 200 غرام ديال الفورص. وبالنسبه للخميره ديروا جوج المعالق صغار ديال الخميره. وبالنسبه للبيض ديروا 6 ديال البيضات. انا حيت عندي فران صغير وعندي لاطه صغيره، يعني غادي نقسم الخليط الى نصفين، النصف الاول والنصف الثاني. دابا كنبقاو مستمرين بهذه الطريقه ديال الطراب كيف ما كتشوفوا. غنبقاو نضربو مزيان مزيان بالباتور ديالنا حتى كيتكون ليا الخليط على شكل كريمي وكيضاعف الحجم ديالو عاد باش كنزيد الفورص. وهنا كيفما كتشوفوا بعد ما دفت الفورص ديالي مع المعلقه ديال الخميره، دابا غادي نبدا نخلط الخليط ديالي بهذا الشكل، غير بشويه ومن تحت للفوق، غير بشويه بشويه باش ما يهبطش لينا الخليط ديالنا. نبقاو مستمرين بهذه العمليه حتى نخلطو مزيان باش يعني يدخل هذاك الفورص مع العجين.
هنا كيف كتشوفوا بعد ما كملت الخليط ديالي، هنا خديت لاطا درت فيها البابي دو كويسون، رشيت لاطا بشويه ديال الماء ودرت فوقها البابي دو كويسون. صافي دابا غادي نكب الخليط ديالي بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. هنا غادي نبدا نايطالي الخليط ديالي بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا، خاصنا نايطاليو مزيان مزيان باش يجي مقاد في اللاطه كامله، باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه هابطه، خاص ضروري نسرحوه مزيان. هنا غادي ندوز باش نصايب لا كريم ديبلومات ديالي. هنا خديت نصاول ديال الحليب، غادي نخدم الكريم باتيسيير غير بال ديال الباكيه، ما غاديش نستعمل الطريقه الكلاسيكيه. اللي بغى يستعملها يقدر يستعملها ماشي مشكل. انا غادي هنا ندير واحد 3 المعالق ديال السنيده مع السيترو ديال الحليب، وغادي نزيد عليهم جوج المعالق ديال الكريم باتيسيير بودره، وغادي نبدا نحرك مزيان مزيان كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. هاد لا كريم ديبلومات كتجي زوينه بزاف وكتجي لذيذه وكتجي واقفه، كتقدروا تستعملوها في لي ميلفي ولا في لي كيك ولا في اي حاجه تبغوا ديروها، كتجي زوينه بزاف، كتكون هي مزيج بين لا كريم باتيسيير ولا كريم فويتي. دابا كنبقاو مستمرين بهذه العمليه، ما كنوقفوش على التحريك باش ما يعقدش لينا لا كريم ديالنا. وفي هذه الاثناء انايا كنت مشيت باش نوجد واحد جوج ديال الورقات ديال الجيلاتين، نديرهم في الماء، نديرهم في زلافه فيها الماء بارد ونخليهم يترقدوا شويه، واحد ما كاملاش دقيقه.
انتوما كيف ما كتشوفوا خدامه بجوج يدين، شاده لا كريم باتيسير وشاده الورقه ديال الجيلاتين. هما عندي هنا جوج. دابا غادي نديرهم في زلافه فيها الماء بارد وغادي نديرهم بالطريقه، وغادي نديرهم فيها صافي. وغادي من بعد غادي نحيدهم ونصفيهم بعد ما تكون لاكريم ديال ديجا وجدات صافي. وغادي نديرهم عليها وغادي نحرك مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. هنا كيف ما كتشوفوا معايا لا كريم باتيسير ها هي وجدات، حيدتها من فوق العافيه. دابا غادي ناخذ هذاك جوج وريقات ديال الجيلاتين كيف كتشوفوا، وغادي نحطهم وغادي نبقى نحرك بهذه الطريقه.
صافي. هنا كيف ما كتشوفوا لا كريم باتيسيير انسجم مع هذاك الجيلاتين، يعني داب تماما. دابا غنحطوها باش تبرد. بالنسبه للطريقه باش باش نديروها تبرد في الثلاجه، كتحطوها في شي طبسيل يكون عريض صافي، كتغطيوها اون كونتاكت مع الفيلم اليمونتير وكتدخلوها للثلاجه حتى كتشد راسها مزيان صافي، وعاد كنخرجوها. هنا غادي ندوزو باش نحضرو السيرو دي باش نسقيو الحلوى ديالنا. بالنسبة للسيرو هنا استعملت كاس ديال السنيدة، غادي نزيد عليه كاس ديال الماء. وغادي نزيد عليه واحد الروي صغير ديال المعلقة ديال لاغوم ديال الكراميل، تقدروا ديروا اي اغوم كتفضلوا. وغادي نخليه كيف ما كتشوفوا حتى تذوب ديك السنيده مزيان، غادي نبقاو نحركوا فيه حتى نشوفوا ديك السنيده ما بقاتش كتبان دابت مزيان. هنا كيف ما كتشوفوا سنيده دابت مزيان. دابا غادي نحيدوا السيرو ديالنا من هنا البوطه، وغادي نديروا في شي زلافه ولا شي حاجه، وغادي نديروا في الثلاجه حتى يبرد مزيان عاد باش نستعملوه ان شاء الله. هنا غادي ندوز باش نحضر لاكريم. هنايا عندي سيترو ديال لاكريم فريش مع 4 المعالق ديال السنيده، اللي بغى يزيد السنيده يقدر يزيدها، انا ما بغيتش تكون الحلاوه بزاف، درت غير 4 ديال المعالق. دابا غادي نبدا نطلع لاكريم ديالي بهذا الشكل كما كتشوفوا.
هنا لا كريم هاي طلعات كيف ما كتشوفوا، كتولي لنا بحال هادشي بهذا الشكل. غنحتفظ بها دابا حتى هي في الثلاجه وغادي ندوزو باش نقطعو لا جينواز. هنا غادي ندوز باش نقطع لا جينواز. هاي لا جينواز بعد ما كطابت كتجيني على هذا الشكل. دابا غادي ناخذ واحد البابي كويسون غادي نحطو من الفوق باش تسهل عليا العمليه باش نحيدها، يعني نحيدها من البابي كويسون ديالها. غادي نحطو بهذه الطريقه. صافي غادي نحيدو لا جينواز ديالنا بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. هنا خديت هاد الرقم ديال جوج، تقدروا ديروا ارقام ولا حروف اللي بغيتوا اللي كتفضلوا نتوما على حسب يعني شنو بغيتوا ديروا بالضبط. بالنسبه لهاد الارقام راه كتلقاهم غير في يعني شي مطبعه، كتمشيو عنده وتقولي ليه بغينا يعني بغينا رقم ولا حرف ولا نتوما شنو شنو اللي بغيتوا باش حاجتكم. صافي كيخرجوا ليكم، يعني راه متواجد. صافي كنبداو نقطعو بالطريقه كيف كتشوفوا، كنبداو نتراسيو. هنا بعد ما تراسينا غادي نبدا نحيد في دوك الجوانب ديال لا جينواز، هما اللي باش غادي نحضروا دوك لي بوب كيك باش ما نضيعوهمش نستغلوهم في حاجه اخرى. هنا غادي ندوز معكم لا جينواز الثانيه، ما صورتش الطريقه ديال التحضير حيت قلت لكم غادي يعني ندير جوج ديال لي جينواز. هذه الجينواز الثانيه حتى هي غادي نحيدها بالطريقه كيف ما كتشوفوا، يعني بنفس الطريقه باش حيدتها في الاول. وحتى هي غادي نقطعوها بنفس الطريقة. وهنا كيف ما كتشوفوا لا كريم باتيسير بعد ما جمدات بعد ما بردات كتجي على هذا الشكل. وهنا لا كريم شانتي هاهي حتى هي. دابا غادي نبدا نزيد شويه بشويه في لا كريم باتيسير وغادي نزيدها على لا كريم الفويتي.
انا خديت سباتول باش نخدم بها ولكن ما جاتنيش مزيانه في الخدمه حيت ما كان كيبقى ليا لا كريم باتيسير ديجا يعني كان كيبقى ليا شويه ما كيبقى باين ما كيت مالاكساش مزيان. غادي نستعمل غير الباتور هنا كيف كتشوفوا عاود استعملت خديت غير الباتور كيف ما قلت لكم غير هو نبدا نخلط غير بشويه يعني ما نجهدش بزاف باش ما تخسرش ليا لاكريم ديالي. هنا كيف كتشوفوا غادي ناخد هنايا عندي لابوش خديت هاد لابوش هذا جوطابل ومع هاد لادوي هادي. دابا غادي نبدا نعمر في لابوش بالطريقه
وغادي نحتفظ بالكمية الأخرى في الثلاجة ولا في المجمد، حيت دابا مع فصل الصيف دغيا كطيح لا كريم، من الأحسن نخليوها في الثلاجة مزيان حتى تشد براسها عاد باش تخدمو بيها. هنا خديت هذيك لاجينواز اللي كانت شاطت، فرجتها بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا. هنا غادي نديرها في العجانه وغادي نزيد نخدمها مزيان مزيان. وهنا غادي نبدا نستعمل الشكلاط، غادي ندير الشكلاط بهذه الطريقه، غير شكور الشكلاط ديال الدهن ولا اي شكلاط كتفضلوه. الا ما بغيتوش ديروا الشكلاط تقدروا ديروا الزبده ديال الكاوكاو ولا اي حاجه كتفضلوها، ولا العسل ولا اي حاجه، لا اي حاجه متوفره عندكم ماشي مشكل. انا تقريبا هنا استعملت شي بعد ما كبار ديال الشكلاط، هذا غادي نخليوها تخدم مزيان. هنا غادي نضيف ليها واحد جوج المعالق ديال الجبن،
بالنسبه اللي ما بغاش يدير جبن يقدر يدير غير الفرماج، غير يعني فرماج عادي كما قلت لكم، يقدر يدير غير فرماج عادي غير باش يزيد يتجمع لينا الخليط مزيان، يبقى شاد لا فورم ديالو. صافي دابا غادي نزيد نخلطو شويه. هنا خديت الشكلاط، شكلاط ابيض دوبتو. دابا غادي نبدا نديرو بهاد الطريقه على البابي دو بويسون بهاد الشكل. وبعد ما غادي نكملهم كاملين، يعني غادي نديرهم في، انا درت غير كميه صغيره حيت ما كانتش عندي كميه كبيره، غادي نديرهم في الثلاجه حتى يجمدوا. عاد فاش غادي نخرجوهم بالنسبه للعجين ديال الكيك، ها هو كتشوفوا كيفاش كيجي القوام ديالو، كيجي على هذا الشكل. دابا غادي نبداو نكونوا نكوروا فيه كويرات صغيورين بهذه الطريقه. انا خديت هاد العويدات الصغيور اللي خاصين بالهذا بالبوكيك، غادي نبدا نغطسهم في الشوكولاته هو الاول باش يشدوا لينا مزيان في الكيك ديالنا بالطريقه.
وغادي ندخلهم الثلاجة يشدوا في راسهم واحد شويه عاد باش غادي نخرجهم. هنا غادي ندوز باش نبدا ندريسي في الكيك ديالي. اول حاجه غادي نديرها هي غادي ندير واحد شويه ديال السيرو من الفوق، ما نكتروش، نديرو غير شويه غير باش ما يجيش داك الكاطو ناشف. ودابا غادي ناخذ لابوش اللي عندنا بلا ما نكتب بلا كريم ديال الطماط وغادي نبدا نفرشي بهذه الطريقه. غادي نبدا نبدا بالجناب من اليمين وصافي. هاي الطبقه ديال الليل الاولى راه واجده. دابا غادي ندوز باش ندير الطبقه الثانيه. هنا كيف ما كتشوفوا حطيت الطبقه الثانيه من لا جينواز بهذا الشكل. غادي نضغط عليها غير واحد شويه بايدي باش تشد لي لا فورم مع الطبقه الاولى
غير بشويه غير بحال غنقيسوها وصافي. ودابا غادي نبدا باش نسقي عاوتاني لا جينواز الثانيه حتى هي غير شويه. وغادي نبدا نبوشي بهاد الطريقة تاني كيف تشوفوا معايا نفس الطريقة اللي درنا في الأول غادي نعودوها في التاني. ودابا بعد ما كملت الكيك ها هو جاني على هذا الشكل. دابا غادي نوريكم بالنسبه للتزيين خديت هذا الشيء هذا لي بونبون بحال هكا كيف كتشوفوا. هنا عندي لي مارشميلو, هنا عندي شوكولا, وهنا عندي هذوك الحبيبات صغيورين ديال فانيد وصافي. يعني داك الزواق كيبقى اختياري تقدروا تذوقوا باش ما بغيتوا. اي حاجه متوفره عندكم ولا اي حاجه بغيتوها تقدروا تذوقوا بها. تقدروا ديروها كاع بالشوكولا وتذوقوها بالشوكولات كامله, تقدروا تذوقوها بالفريز يعني بلي فخوي, تقدروا تذوقوها باي حاجه يعني بلي ماكارون لي مورينغ. اي حاجه متوفره عندكم واي حاجه كتفضلوا ديروها ماشي مشكل. دابا غادي نبدا نحط في هاد لي فخوي وهذا بالطريقه هاد لي بونبون بحال هكا.
وها هو النمبر كيك. بعد ما كيوجد كيجينا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، كيجي زوين بزاف وكيجي لذيذ بزاف. وتقدروا الا ما بغيتوش ديروا لا جينواز تقدروا ديروا غير بالبات صابلي، حتى هي كتجي فيه زوينه. وكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتكونوا استفدتوا معايا. شكرا بزاف بزاف على التعليقات ديالكم الزوينين وعلى التشجيعات ديالكم.